نتكلم على هذه الطرق الحديثة. يسرنا أن يكون معنا هنا في الأستوديو الدكتور فهد المحية، وهو مدير مكتب البيئة والزراعة والمياه بمحافظة ضرما. أهلا وسهلا بك دكتور فهد. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا أخي عبد الله، مرحبا أختي سارة. أنا سعيد في هذا اللقاء أن أكون ضيف معكم في هذا الأستوديو. سعداء بوجودك. الله يحييك وإحنا أسعد. دكتور، الزراعة يمكن الفكرة الاجتماعية عنها زمان أنها تورث ومعلومات تكتسب جيل بعد جيل. اليوم قاعدين نتكلم عن علم، نتكلم عن تقنيات حديثة لمنتجات أفضل. لو تكلمنا عن آخر ما توصلت إليه الزراعة في يومنا هذا. طبعا لكي يتحدث عن ما توصلت الزراعة لابد من الاستفادة من الفكر القديم. نعم. كفكر تراكمي أوصلنا إلى الفكر الحديث وإلى الزراعة الحديثة. طبعا سأعرج على الزراعة التقليدية التي استطاع الإنسان من خلالها، عرف الإنسان من خلالها، فبالتالي سد حاجته الغذائية وغذاء الأسرة. انتقلت هذه العمليات وتطورت هذه العمليات إلى أصبحت الزراعة رافد اقتصادي للدول، فبالتالي الآن أصبحت الأساليب الحديثة والطرق الحديثة ترتب في ترشيد المياه، المحافظة على الموارد الطبيعية، ولعل البيوت المحمية أو الزراعة المائية نموذجا لمثل هذه الزراعات الحديثة. جميل. لو تكلمنا إيش العوامل المهمة التي يجب أن تتوفر حتى يعني تكون الزراعة سليمة بجودة عالية؟ طبعا الزراعة في البيوت المحمية العوامل الخارجية استطاع الإنسان التحكم فيها، فبالتالي فهي زراعة آمنة والزراعة الصديقة للإنسان والبيئة. من خلال البيوت الزجاجية أو البيوت البلاستيكية، ومن خلال التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي استطاع هناك لوحة تحكم من خلال كمية مياه الري، من خلال كمية المحاليل المغذية، من خلال قياس نسبة الرطوبة، قياس درجة حرارة المياه، فبالتالي استطاع الإنسان أن يوفر محصول زراعي على طول السنة دون موعد زراعة مسبق له. يعني هذه هي دخول التقنية. إذن الزراعة كفكرة كما هي كانت وهي تقليدية، ولكن التقنية الجديدة حسنت من كفاءة الزراعة. طبعا حسنت من كفاءة الزراعة وزادت في كمية الإنتاج، وبالتالي أصبحت ميزة نسبية. نعم. وطيب فيما يتعلق بنوعية الإنتاج دكتور؟ نوعية الإنتاج، لأن الزراعة الحديثة تعتمد كعنصر أساسي على إنتاج الخضروات بصفة رئيسية، كالخضروات المثمرة كالطماطم والفلفل البارد والباذنجان والخيار، وكذلك الخضار الورقية في الخس. نعم. طيب دكتور، تكلمت عن أنه إنتاج الخضروات في غير موسمها، هذا كيف بيتم؟ هل بتكون كمان بنفس الجودة ونفس المذاق المتعارف عليه، ولا بتكون أقل؟ نفس الجودة ونفس الشكل الخارجي قبولها للمستهلك، فمن خلال الإنسان استطاع التحكم في العوامل الخارجية، فبالتالي استطاع المعرفة الوضع النباتي والعناصر الغذائية التي تمد النبات طول الموسم في إبقائه مستمرا في الإنتاج. لأنه كثير من الناس مخاوفهم وتعلقهم بالزراعة التقليدية اللي هي مسألة طبيعية الزراعة، أنه منتج طبيعي. هذا الأمر يتحقق في الزراعة من خلال الطرق غير التقليدية مثل المحميات أو البيوت المحمية؟ نعم جدا. بالعكس الزراعة في البيوت المحمية وخاصة الزراعة المائية هي زراعات آمنة وصديقة للبيئة، والخواص الطبيعية موجودة وتحتفظ بنفس الخواص، هناك مقاييس لجميع العناصر الغذائية. نعم. فبالتالي المحصول هو قد يكون أجود من المحاصيل التي تزرع في الزراعة التقليدية. بالنسبة للزراعة بدون تربة، طبعا ما المقصود بها؟ هو الزراعة بدون تربة، المقصود بها ان الزراعة تعتمد على الماء، والتربة كوسيط استبعدت من هذا الجانب، فأصبحت الزراعة هي زراعة مائية تعتمد على الماء وعلى المحاليل المغذية. طبعا استخدام هذه انواع معينة اللي يتم استخدام فيها يعني الاستغناء عن التربة. الزراعة المائية لا يوجد فيها تربة، وإنما فيها محاليل مغذية يتم من خلالها من خلال. أنا أقصد المنتج، هل هي أنواع معينة ممكن تتقبل هذه الفكرة أو أنواع أخرى لا؟ طبعا هناك منتجات فيها نسبة الملوحة ولا بد أن تكون تتوفر درجة الحرارة، درجة الرطوبة، فهذه العناصر لا بد أن تكون متوفرة في البيت المحمي الذي ينتج الزراعة المائية. والتكلفة دكتور؟
التكلفة في بداية الأمر تكون التكلفة شوي عالية في بالنسبة لتأسيس البيوت المائية، نعم. لكنها مربحة، والوزارة الآن تسعى على 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 نشر هذه المبتكرات يعني الجديدة. يعني تقريبا الأرباح كم بتكون؟ الأرباح عالية جدا مقارنة بالتكاليف، لكنها أرباح جيدة ومعقولة. نعم. طيب خلينا نتكلم عن الضرومة دكتور. نعم. البيئة الزراعية هناك أبرز المنتجات وأجودها في الضرومة، إيش هي؟ الضرومة لديها ميزة نسبية في نوعية التربة فيما يخص الزراعة التقليدية، لديها ميزة نسبية اللي هو زراعة القمح البلدي. فلديها ميزة نسبية لأن التربة تربة طينية تحتفظ بنسبة رطوبة عالية وتهوية جيدة، فبالتالي المحصول كمية الإنتاج فيه عالية وذات جودة عالية، وكذلك يستفيدون من نسبة الأمطار التي تسقط، وهناك سد لتخزين المياه تستفيد منها الآبار المتجددة، وهناك المحاصيل الخضروات وكذلك النخيل، لديهم أكثر من 290 ألف نخلة مثمرة، ولديهم أكثر من 330 بيت محمي يمثل مساحة تقريبا 120 ألف متر مربع، ما شاء الله، وتمد الأسواق المحلية بالخضار على مدار العام، ما شاء الله. يعني يمكن جائحة كورونا خلتنا يعني نفكر أكثر في مصادر الغذاء الموجودة، ولاحظنا أنه في مشاكل كثير حصلت في دول أخرى، والحمد لله إحنا كنا يعني مكتفيين ولم نواجه مثل هذه المشاكل. لو تكلمنا عن يعني الإنتاج الزراعي في المملكة العربية السعودية، لا يوجد لدي الآن إحصائيات، أنا أتكلم على نطاق المحافظة، لكن الإحصائيات الزراعية والإمدادات للأسواق هي متصلة على طول العام، فبالتالي لم يكن هناك أي تأثير من جائحة كورونا. المملكة تمد الدول المجاورة أثناء الجائحة، الإنتاج متوفر وبدرجة عالية وبنوعية ممتازة. هل في خطط تم وضعها بعد الجائحة؟ نعم، هناك خطط لنشر ثقافة الاعتماد على الزراعة، الزراعة وبالذات الزراعة المائية لترشيد المياه والمحافظة على مواردنا الطبيعية لاستدامة التنمية. النقطة المهمة ترشيد المياه، كثير من الأراضي يعني المشكلة في تكلفة المياه تكون أعلى على تكلفة الإنتاج الزراعية، وجود التقنيات وأسهامها في هذا الجانب دكتور. وجودها مهم، لقد وفرت أكثر من 90% مقارنه بالزراعه التقليديه، نعم. كذلك زياده في نسبه الانتاج، كذلك تعتبر زراعه امنه وصديقه للبيئه، فبالتالي هذه مثل هذه الزراعات الان الدول تسعى استخدامها كمنهج حديث، نعم. لنشر الزراعه بديله للزراعه التقليديه. ننتقل للتحول الرقمي، هل هناك صله ما بين مجال الزراعه والتحول الرقمي؟ نعم، هناك صلة وارتباط قوي جدا. البيوت المحمية والزراعة المائية تعتمد على التحول الرقمي فيما يخص ضبط المحاليل المغذية، ضبط درجة الحرارة، ضبط درجة الرطوبة، وبالتالي يستطيع المزارع كلها ندير تعتمد على التقنية. نعم، يستطيع المزارع أن يدير مزرعته من خلال بيته، خلال جواله. كذلك هناك تطبيقات من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، هناك تطبيقات مرشدي زراعي يقوم كيف يتم التعريف على هذه التطبيقات؟ من خلال برامج الوزارة، من خلال التوعيات، من خلال المكاتب، هناك نشر ثقافة الاطلاع، وهناك اهتمام من قبل المزارعين ووعي متزايد في هذا الجانب. شكرا لوجودك معنا الدكتور فهد المحية، وأنت مدير مكتب البيئة والزراعة والمياه بمحافظة ضرومة، يعطيك العافية دكتور. العفو، يعطيك العافية دكتور، شكرا لكم، شكرا جميعا.